السلام عليكم متابعي قناة عرب جول لا تخلو كرة القدم من الأخبار الصادمة بين الحين والآخر وفي الغالب يكون أبطالها لاعبون وقعوا في المحظور وارتكبوا جرائم قتل إما متعمدة وبطرق بشعة أو غير متعمدة نتيجة السرعة والتهور وفي هذا الفيديو سوف أستعرض معكم أشهر عشر حالات للاعبين ارتكبوا جرائم قتل عشرة الإسباني ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي تسبب عام 2011 بمصرع فتاة تبلغ من العمر 19 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد حيث كان يقود سيارته مخمورا وبسرعة 123 كيلومترا في الساعة رأت المحكمة أن ألونسو مذنب وحكم عليه بالسجن أربع سنوات قبل تخفيف الحكم إلى 21 شهراً لكن تم الإفراج عنه قبل قضاء محكوميته بعد أن دفع نصف مليون يورو كتعويض لأسرة الضحية. 9- الهولندي باتريك كلايفرت تسبب النجم الهولندي السابق بمقتل المخرج المسرحي مارتن بوتمن بفعل حادث تصادم وقع عام 1995 واتهم حينها اللاعب بالقتل الخطأ بسبب قيادته سيارته بسرعة زائدة ليتم احتجازه 240 ساعة ثم نجا من عقوبة السجن واكتفى القضاء بإلزامه بساعات من الخدمات الاجتماعية ويقول كلايفرت عن تلك الحادثة الأليمة بأنها غيرت مسار حياته وحولته من بطل قومي في هولندا إلى إنسان مكروه مؤكداً أن الحادثة كانت من بين أسباب قراره اللعب خارج هولندا ولحسن حظه فإنه تألق بعد ذلك في الملاعب ليستعيد مكانته من جديد داخل بلاده ثمانية الفرنسي ألكسندر في لبلان كان في لبلان أحد أشهر نجوم كرة القدم الفرنسية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وحمل أشارة قيادة منتخب بلاده لكنه تحول إلى مجرم في سنواته الأخيرة في الملاعب واتهم بالتعاون مع النازيين والمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل خمسين شخص سبعة البرازيل برونو اقدم برونو فرنانديز دي سوزا حارس وقائد فريق فيلامينغو الاسبق على ارتكاب جريمه مروعه عام 2010 حيث خطف صديقته بطريقه بشعه بمشاركه عدد من اقربائه وبعد ارتكاب الجريمه تخلص من جثتها بتقطيعها واطعام اجزاء منها للكلاب ودفن الجزء المتبقي سبب تلك الجريمة كما أظهرت التحقيقات أن صديقته إليزيا رفضت الإجهاض بعد حملها منه وقررت ولادة الطفل الأمر الذي أغضب اللاعب ليقوم بفعلته الشنيعة قررت المحكمة بعد انتهاء التحقيقات سجن برونو 22 عاما لكنه لم يقضي منها سوى سبعة أعوام إذ تم إطلاق سراحه مؤخرا بعد تقديمه لأكثر من استئناف مؤكدا بأنه يستحق الحصول على فرصة ثانية ستة All'Argentini Diego Buona تهور هذا اللاعب الارجنتيني تسبب بمقتل ثلاثة من أصدقائه عام 2009 حينما كان يقود سيارته بسرعة كبيرة ليفقد السيطرة عليها وهو ما تسبب بانقلاب المركبة ومصرع الأصدقاء الثلاثة بينما نجا هو بأعجوبة من الموت بعد الحادثة طلب المدعي العام الأرجنتيني باعتقاله على خلفية ثلاث تهم بالقتل الخطأ لكن الاعتقال لم ينفذ ليكمل رفيق النجم ليونيل ميسي السابق في منتخب الأرجنتين للشباب حياته في الملاعب ويدافع حاليا عن ألوان أحد الأندية في تشيلي خمسة البرازيلي إدموندو مشاكسات ومشاكل هذا اللاعب البرازيلي لم تقتصر على ملاعب الكره فقط بل كانت خارجها ايضا ففي عام 2005 تسبب بمقتل ثلاثه اشخاص في حادث سير تسبب به لتتم ادانته بارتكاب ثلاثه جرائم قتل غير متعمد وحكم عليه بالسجن لاربع سنوات الحادث وقع اثناء قياده اللاعب سيارته في احد احياء مدينه ريو دي جانيرو واسفر عن مصرع فتاه كانت برفقته وشخصين كانا في سياره اخرى واصابه ثلاثه آخرين بجروح خطيرة. لاحقاً تراجعت المحكمة عن قرارها بسجن اللاعب الملقب بالحيوان مؤكدة أنه لا يستحق السجن لكن الصحافة البرازيلية شككت في نزاهة القاضي. 4. البرازيلي غيلبرتو سيريزو برازيلي اخر شارك في جريمه قتل وهو غيلبرتو سيريزو الذي كان احد نجوم منتخب السامبا في سبعينيات القرن الماضي حيث اتهم بالمشاركه في عمليه قتل وتم وضعه في سجن ساو باولو وطبقا للصحافه البرازيليه فان سوريزو شارك في عمليه قتل ارتكبت عام 1999 ووجدت الشرطه حينها اوراق تخصه في مكان الجريمه غير ان بعض الاشخاص الذين تم ايقافهم اتهموه بالمشاركه في عمليه القتل. ثلاثة الإنجليزي أندرو هول ارتكب اللاعب الإنجليزي الشاب عام 2012 جريمة بشعة بعدما أقدم على قتل صديقته بتوجيهه 60 طعنة لها في أنحاء متفرقة من جسدها بسبب شكه بإقامتها علاقة غرامية مع أحد أصدقائه اللاعب الذي لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر من عمره حين ارتكاب الجريمة اعترف بأنه انتظر لحظة خروج والدي صديقته ميغان من المنزل ليدخل إليه ويستعمل سكينا مزق به جسد صديقته ليقضي حكما بالسجن لخمسة عشر عاماً، وبالتالي تنتهي حياته الكروية مبكراً. اثنان، الإنجليزي جيمس كيلي في عام 1994 اعتدى جيمس كيلي خارج أحد الفنادق في مدينة ليفربول برفقة اثنين من أصدقائه على شخص يدعى بيتر دينفي، حيث أقدم على ضربه بعنف شديد ما أدى إلى مقتله ليدخل كيلي السجن وأمضى داخله أربع سنوات قبل أن يطلق سراحه. بعد الإفراج عنه عاد جيمس لممارسة كرة القدم من جديد ودافع عن ألوان أندية إنجليزية مغمورة قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عام 2005 واحد الإماراتي فايز جمعة أدين اللاعب الدولي الإماراتي السابق فايز جمعة عام 2008 بارتكاب جريمة قتل شاب خلال مشاجرة، وأصدرت محكمة محلية عليه حكما نهائيا بالإعدام شنقا برفقة شقيقه موسى عام 2011 بتهمة القتل العمد، وكان فايز الذي لعب في صفوف نادي الشارقة ومنتخب الإمارات على أعتاب الموت، لكن قدره كان أن يكتب له عمرا جديدا بعدما تنازل أولياء الدم عن القصاص وقبلوا بالدية الشرعية ليتم الاكتفاء بفترة السابق. لثلاثة أعوام ويعود اللاعب من جديد إلى الملاعب مع ناديه الأم الشارقة نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم نامل منكم دعمنا بالإعجاب والتعليق والمشاركة مع الأصدقاء ولكي يصلكم جديدنا اشتركوا الآن